ليني. صدارة قطرية وضغط أمريكي أيضا. شوف ضغط كبير جدا وفارق يعني لا يزيد عن ثانيتين الآن. الفارق لا يزيد عن ثانيتين وحتى الآن الزورق الأمريكي يتمسك المركز الثاني. ينتظر الفرصة الآن، ينتظر الفرصة. الاس رقم 20 في المركز الثالث، الاس رقم 11 في المركز الرابع. الزورق الأمريكي يحاول أن يكون دائما بالقرب من نقاط الدوران للوصول إلى الصدارة. المركز إذن السادس، رقم 7 جوكر كلاب من لبنان بقيادة عبد الله الحبش وجوزيف خليفة ينسحب ويخرج من السباق في اللفة الثالثة. إذن يخرج الاس رقم 7. متابع إذن المتصدر الزورق القطري الآن الذي يسير بسرعة عالية جدا ويحاول أن يبتعد بالفارق عن الزورق الأمريكي. أداء قوي جدا حتى الآن لكل من محمد النصر وماتيو نيكوليني بقيادة الزورق القطري بمهارة عالية جدا والابتعاد عن صاحب المركز الثاني. شوف الأمريكي الاس 19 القادم من الولايات المتحدة الأمريكية يحاول الضغط بقيادة بول ويتي وغاري بالو في البرومارين الأمريكي اللي أحرز المركز الأول في الجولة الماضية. المركز الثاني إذن يبقى للزورق الأمريكي الاس 19 برصيد 400 نقطة. ثم المركز الثالث للزورق الإيطالي الاس 10 لافيدا لوكا رقم 2 بقيادة كريستيان ريبولتا وجيوفاني كاربيتيلا أيضا رصيد 400 نقطة. هذا هو المتصدر الآن القطري الاس 96 ين إذن الاس 14 كينغ فيشر من بريطانيا بقيادة ايان بلاكر وبيت ليتل الأمل للدورة الكبيرة. اس واحد ايضا رايموند سبورت من بنغلاديش والمطاردة تستي أبو ظبي بالصدارة والحصول على 400 نقطة. الفارق 69 نقطة ما بين الاس 96 والاس رقم 19. فارق 69 نقطة. واو اقتراب فظيع جدا كاد أن يسفر عن حادث فعلا ما بين الاس رقم 96 والاس رقم 19. كاد أن يسفر عن حادث فعلا. اقترب الزورقين وأيضا يعني كاد أن يصطدم بالفعل. شوف مطاردة مستمرة وسباق مثير في الصدارة. نتمنى السلامة للجميع في هذا السباق. الآن نشاهد الزورق القطري رقم 96 في المركز الأول وخلفه مباشرة الاس رقم 19. المركز الثاني يبقى الأمريكي. المتصدر الاس رقم 96 بقيادة محمد النصر وماتيو نيكوليني. ومثل ما ذكرت السباق يستمر ل 44 ميل. المركز العاشر هذا المتصدر اللي امامنا الان الزورق القطري. الآن إذن
لم يقم أي من الزوارق للصدارة بعمل الدورة الكبيرة لونج لاب. الزوارق اللي في المراكز الثلاث الأولى إذن لم يذهب أي من هذه الزوارق إلى اللونج لاب حتى الآن. فقط رقم 19 الأمريكي فقط الآن ذهب إلى اللونج لاب. إذن الزورق الأمريكي واضح أنه يذهب إلى اللونج لاب، وبالتالي شوف الآن راح نشاهد لأن الزورق الأمريكي يتأخر عن الزورق القطري. إذن الاس 19 يذهب إلى عمل الدورة الكبيرة، بينما يبقى 96 حتى الآن في الصدارة. يحاول أن يزيد سرعته ليبقى في صدارة هذا السباق. هل سيتقدم الاس 20 إلى المركز الثاني؟ راح نشاهد. الاس 19 إذا أنهى الدورة الكبيرة الآن، ويحاول أن يضغط بقوة أيضا لتضييق الفارق والاستفادة الآن بالوصول إلى المركز الأول. الاس 16 أيضا يذهب إلى اللونج لاب كذلك. الاس 20 إذا الاس 20 الآن في المركز الثاني. الاس 20 إذا في المركز 96 وأمامه الآن هذه الدورة لإنهاء الدورة الكبيرة. هذا هو المتصدر ومتصدر الترتيب العام والفائز بالمركز الأول أيضا في الموسم الماضي. الآن اللونج لاب هناك، إذن ينهي الدورة الكبيرة أو يذهب إليها الآن. شوف هذا هو 96، وهل راح يستغل الآن الزورق الأمريكي هذه الثغرة الآن وينجح في الوصول إلى المركز الأول؟ لننتظر الآن نهاية هذه الدورة. هذا الاس 96 اللي يذهب الى الدورة الكبيرة، بينما الاس رقم 19 الامريكي الان ينتظر بفارق. الاس رقم 48 من ايطاليا يتوقف، وامامنا الان فرصة ان نشاهد الزورقي الصدارة الان. شوف الدخول الثنائي، قطر 96 والامريكي رقم 19، ودخول سريع جدا القطري. اذا ينجح في البقاء في الصدارة الاس 96. الاس 96 اذا الاس 96 يحافظ على صدارته، والاس 19 في المركز الثاني الان. الفارق يبقى كما هو بعد الدورة الثامنة. النتائج الاس 96 في المركز الاول، الاس 19 في المركز الثاني، الاس 10 في المركز الثالث، والاس 20 تراجع الى المركز الرابع، والاس 11 في المركز الخامس. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام بعد الدورة الثامنة اذا. وتوقف الاس رقم 48، توقف الايطالي اذا. الاس 48 يتوقف اللي يقوده ماريو بيتروني واماديو مينيونا. الدورة رقم 8 مشاهدينا الكرام، الزوارق الان راح تدخل بعد قليل في الدورة التاسعة. سباق سريع حتى الان بعد مرور تقريبا نصف ساعة على بدايته. هذا المتصدر الآن يقود هذا السباق وكالعادة منذ البداية، الاس رقم 96 وبقيادة محمد النصر وماتيو نيكوليني الإيطالي. يزيد، يحاول أن يزيد من سرعته ويبقي زورق الأمريكي في المركز الثاني طوال هذا الوقت، لكن يبقى ضغط كبير جدا حتى الآن على قيادة كريستيان ريفولتا وكيوفاني كاربيتيلا، رصيده 400 نقطة في الترتيب العام. تبقى